بالنظر لنبيل قضية يجب النظر أيضا لمجمل العلاقات التركية الأمريكية التي يعني تم إحداث طبع كبير جدا بها، وهناك عدة يعني محاور تؤثر على هذا الطابع، من ضمنها طبعا صراع الأسر الأممية الذي أثر بالتبعية على العلاقات العسكرية والأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين تركيا. تركيا ربما أيضا تخسر ما يقرب من 900 مليون دولار نتاج هذه الفترة هذه الصفقة، ان تركيا خلال الفتره الماضيه احدثت استعدادات كبيره جدا، ولكن الان الوضع الامريكي حازم. الولايات المتحده الامريكيه لديها يعني نقطه لا عوده في هذا الامر، خصوصا ان ايضا الجانب التركي لديه عناد سياسي غريب جدا له علاقه بعدم التنازل عن تجديد الاس 400، وبالتالي لا تستطيع او لا يستطيع النظام التركي الوقوف امام يعني الرغبه الامريكيه في نهايه المطاف، ولكن المساعي الدبلوماسيه وحدها لا تحقق الرغبه التركيه. على الجانب التركي ان يتنازل عن الاس 400 فورا، وان يوقف يعني اي اختبارات او تسجيل لهذه المنظومه في المستقبل، حتى يستطيع التفاوض مع الجانب الامريكي. الجانب الامريكي وبدخول بايدن البيت الابيض هناك حزم كبير جدا تجاه كثير من القضايا الامريكيه التركيه، من ضمنها صفقه الاس صفقه الطائرات ال 35، واعتقد ان يعني لا مجال للتفاوض طالما تركيا ما زالت على رايها وعلى رغبتها في ما يتعلق بالاس 400. يعني النظام التركي يمتلك مقاتلات من طراز الجيل الرابع والثالث، بينما إسرائيل واليونان تمتلك مقاتلات من الجيل الخامس. ما انعكاس هذا التراجع العسكري بالنسبة للنظام التركي كوجود إقليمي له بين هذه الدول؟ بالتأكيد سيتأثر كثيرا، القوى التركية تتراجع أردوغان استنبط القوى العسكرية التركية في الكثير من التوغلات الخارجية، سواء كانت في سوريا، في ليبيا، في العراق، في دول أخرى، وبالتالي هذا الاستنزاف العسكري أهدر الكثير من القوات التركية، وبالتالي أردوغان الآن يريد أن يعوض هذه الخسائر العسكرية، ولكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تحجم الدور التركي في المنطقة وتريد عودة تركيا إلى الشراكة الاستراتيجية من خلال يعني العلاقة التركية الأمريكية القديمة، وبالتالي أيضا هذا سوف يؤثر على مستوى العلاقات الأمريكية في حين أن أردوغان يرفض الرجوع إلى هذه العلاقات. ولكن في الحقيقة يعني ما التنازلات التي يجب على النظام التركي تقديمها لكي توافق واشنطن عودته إلى برنامج المقاتلات برأيك؟ التنازلات التي من الممكن أن تطلبها واشنطن من النظام التركي للموافقة على عودته إلى برنامج F-35 الأمريكي. التنازلات واضحة وصريحة في الحقيقة، يمكن يعني أقول هذه التنازلات ما يتعلق بالاس 400، وأيضا أعتقد أن هناك أمور أخرى على الجانب التركي أن يدركها وحده، ومنها عدم المساس بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية لبعض الدول في المنطقة وفي الشرق المتوسط بالتحديد، وخاصة فيما يتعلق باليونان وقبرص وإسرائيل، خاصة أن نتحدث أيضا عن شراكة أمريكية يونانية خصوصية يعني تبلورت في الفترة الأخيرة، وهناك اتفاق أمني وقع مؤخرا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين قبرص واليونان، وبالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحافظ على أمن واستقرار شركائها الإقليميين الآخرين، وبالتالي هنا يجب أن يكون الجانب التركي بمعزل عن هذا الأمر، يجب أن يدرك أنه الآن عنصر يثير الشغب في المنطقة، عليه أيضا أن ينخرط في المصالح الأمريكية وأن يحافظ عليها أو يعادي الجانب الأمريكي، وهذا الحقيقة غير منطقي ولا تستطيع يعني النظام أو لا يستطيع النظام التركي مجابهة الجانب الأمريكي منفردا، وهذا سوف يكون له عقبات كبيرة جدا على النظام التركي. شكرا جزيلا لك الكاتب والبحث السياسي المتخصص في الشأن الدولي جمال رائف على هذه المداخلة، كنت معنا من مدينة القاهرة، شكرا لك.